هنا زوجات الرسول من اليمين السيدة عائشة، ثم أم حبيبة، ثم صفية، ثم حفصة، ثم سودة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم زينب بنت جحش، ثم أم سلمة، ثم جويرية، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في البقيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما شاهدتم الفيديو، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال اللي أحب أطرحه في هذا الفيديو، هل السنة فقراء لدرجة ما يستطيعون يبنوا قبور مذهبة لزوجات رسول الله، وهم يحبون زوجات رسول الله ويفدون زوجات رسول الله بأرواحهم، يستطيعون ولا ما يستطيعون؟ ليش مخلين قبورهم بهذا الشكل؟ لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وتجصيصها، فلهذا يطبقون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو ذهبت إلى مقابر الأسرة الحاكمة في السعودية ستجدها ليس بهذا الشكل، بل من تراب ولا يوجد حجر. وتستطيع أنت أن تدخل على مقبرة العود بالرياض على طريق الجوجل وتشاهد بعينك مقابر الأسرة الحاكمة التي يعني اللي يستطيعون أن يبنوا مقبرة مذهبة مثل مقبرة الخميني التي كلفت مليار دولار. ورغم وجود هذه الروايات في الكتب الشيعية والنهي عن بناء القبور والتجصيص عليها والسجود بالمقابر التي السجود في المساجد التي فيها قبور، كما صرح الصرخي الذي حرقوا مساجده وشتتوا أتباعه وسجنوهم لأن اختطلع الخبايا اللي ما يقرونها المعممين، المستفيدين من هذه القبور بالأموال ما يقرونها على الناس، لأنهم إذا قروا على الناس أن هذه القبور لا تجوز ومخالفة للإسلام ما راح أحد يحط فلوس في هذه القبور، القبور راح تنفني، القبور مشغلة ملايين المعممين، هذا اللي يلطم، هذا اللي يبكي، هذا اللي ينوح، هذا اللي يغسل، هذا اللي يمسح، هذا اللي ياخذ الخروف النذر، هذا اللي ما أعرف إيش، العتبات اللي تاخذ ملايين ومليارات الدولارات، ملايين الدولارات، مليارات من هذه القبور. مستحيل يعني أنت تجي تهدم هذا المشروع اللي بيه ملايين هذه اللصوص وتقولهم هذا الشيء ما يجوز، أكيد راح يكفرونك مثل ما كفروا الصرخي وكفروا فضل الله وكفروا غيره من اللي فضح هذه الأمور في الدين الشيعي وحرمة البناء على القبور. تحياتي لكم يا أهل السنة، يا أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، سواء على المالك أو المملوك، سواء على الصحابة أو العوام. تحياتي لكم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالفردوس الأعلى مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.